واروح للمستشار محمد واسال حضرتك على تاثير تطبيق القانون المستحدث يعني في مارس 2022 على ملف الايجار القديم. يعني لما نشوف الزياده ال 15% ده هيكون تاثيره ايه على الملف؟ بص حضرتك انت طبعا نقطه مهمه، السؤال اللي اتسال عن نسبه الشخصيه الاعتباريه. هي الفكره مش في النسبه، ليه؟ لان الاشخاص الاعتباريه الحقيقه انت بتتكلمي مثلا عن اقسام في وزاره الداخليه، مقر تموين في وزاره التموين، مكاتب صحه في وزاره الصحه، مدارس، فبتتكلمي على اماكن بتقدم خدمه عامه في الاحياء. فعشان كده الحكومه قدمت القانون ده بحيث يبقى فيه فتره انتقاليه معقوله تقدر توفر البديل، سواء البديل المكاني او البديل المالي. لان انا عندي مشكله انه مثلا لو انت بتتكلمي على مكتب صحه في حي، هتنقليه في مكان تاني فين؟ لازم يبقى في نفس الحي. فيا اما توفري القدره الايجاريه الجديده لنفس المكان، او انك انت توفري مكان بديل. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا قلت لحضرتك انه القانون عمل على التوازن فيما بين المؤجر والمستاجر، قانون الاشخاص الاعتباريه. زي ما ادى المستاجر فتره انتقاليه 5 سنوات، ادى المؤجر في المقابل تعويض بزيادات اللي هي 5 امثال ثم ال 15%، بحيث انه يبقى في توازن في القانون بحيث نحافظ على دستورية القوانين. يعني في الاول زياده 5 امثال الايجار اول سنه، في اول سنه ده حصل المفروض تاريخ نفاذه، ده المفروض حصل من حصل مارس 2022، ومع نهايه السنه في مارس 23 يزود ال 15. القيمه الجديده اللي هي بزياده 5 امثال هتزيد 15% كل سنه لفتره انتهاء العقد. طيب اللي حصل بقى ده على اتفضل. عايز أأكد على موضوع بعض الحقائق. أولا أنه ما فيش أي حاجة تخص قانون الإيجار سواء في على المستوى الحكومي أو على مستوى البرلمان، لا يوجد مشروع أو مقترح. وده راجع ليه تصريح السيد وزير العدل، أنه كان في لجنة تشكلت من سنتين ووزير العدل قال أنه اللجنة توقفت لأنه في أولويات عند الدولة. وبالتالي فكرة انه حد يطلع تصريحات انه هناك مشروع، انه هناك مش عارف ايه، دي كلها تصريحات غير صحيحة. ده اولا. ثانيا، انه قانون الايجار القديم اصبح هو القانون الوحيد في مصر اللي صدر بشأنه اكبر عدد من الاحكام الدستورية. الاحكام الدستورية دي عملت ايه؟ وصلت العلاقة الايجارية الى حدها الاقصى في التوازن، بحيث ان انت ما تقدريش تتدخلي بعد كل الاحكام دي والا تخلي بالمبدا الدستوري. فالمحكمه الدستوريه الغت العديد من الضمانات اللي كانت موجوده للمستاجر ووصلت بيه عند الحد الادنى اللي هو العلاقه التعاقديه الرضائيه في القانون المدني. مده وايجار، هما دول الضمانتين اللي موجودين دلوقتي. دي الأحكام من قبل المحكمة الدستورية. من قبل المحكمة الدستورية. وهي أعلى مؤسسة قضائية في مصر. إلى النهاردة لما نيجي نتكلم على فكرة التعديل بما يخالف ويجاوز هذه الأحكام، يبقى إحنا بنتكلم على أزمة دستورية لتجاوز ومخالفة الأحكام دي. دي نقطة. طيب خلينا بس نقف شوية عند الشخصيات الاعتبارية قبل ما ندخل ونتعمق في قانون الإيجار القديم. أستاذ أيمن، أسأل حضرتك على فكرة يعني تبعيات القرارات اللي احنا شفناها. أولا زيادة الخمس أمثال على مدار 2022 وال15% في 23، هل ده أثر على الكيانات أو الشخصيات الاعتبارية بحيث أنهم بدأوا يتركوا الإيجار القديم أصلا؟ يعني حصل خروج تماما؟ أقول لحضرتك نقطة، هو طبعا ده برضو هيبقى صعب ان هم يسيبوا، وانا مش عايز اقول لحضرتك في الغالب صعب جدا من حتى المشهد اللي احنا شايفينه كله على مستوى الدولة والأزمات الاقتصادية اللي احنا بنعاني منها، ان الدولة تقدر توفي ده في خلال 5 سنين. بس هي اللي مسؤولة، السبب هي اللي اقترحت ده او هي اللي قدمت ده بناء على حكم المحكمة الدستورية في 2018. بالظبط، عشان كده بسأل هل هيحصل خروج النهاردة عشان الدولة تخلي كل الأماكن دي؟ اعتقد صعب جدا. فين البدايل؟ البدايل ممكن بنتحول لحكومه الكترونيه، ممكن يحاولوا يعملوا ضم في بعض امور، ممكن بقى هيزودوا القيمه الايجاريه، فهي الحكومه ادرى باللي هي بتعمله وهي اللي هتدفع. تمام. وان كان في بعض الشركات
الكبرى اللي برضو ما اعتقدش ان هو هيكون بالنسبه لها ده مؤثر قوي لما كانت مأجره الاماكن كشخصيه اعتباريه. لكن لما هنقيس عددها ما العدد بتاعها مش كبير قوي يعني الى جوار الاماكن الحكوميه اللي متاخده. لكن طبعا بالنسبه بقى سواء لسفارات سواء لهيئات اجنبيه كانت واخده اماكن او خلافه ده اعتقد ان هو برضو هيرجع للدوله المصريه او يرجع لصاحب الملك اذا كان ناوي يكمل معاهم او لا. يعني قانون الشخصيات الاعتبارية نقدر نقول كله في يد الدولة من صياغة وتنفيذ. وأنا هقول لحضرتك في بعض البنوك كانت مأجرة وفعليا كان رقم الإيجار طبعا ما كانش كبير وبمجرد صدور القانون ده أعادوا صياغة عقود إيجار بس بالنظام الجديد طبعا على الإيجار اللي بنسميه إيجار جديد محدد المدة أو في القانون المدني بقى ماشي وفتحوا مدة الإيجار لمدة 20-25 سنة ودفعوا أرقام بقى تعملوا بشكل طبيعي يعني بس ده بنوك ما يعني مش كل الهيئات تقدر تعمل زي البنوك ده فرق كبير جدا يعني.